ابراهيمة في الجهة اليسرى، لمسة من نيمار لابراهيمة، مرة ثانية يدخل جوه منطقة الجزاء، سيف الدين الجزيري يجعلها رباعية، سيف يربع النتيجة بعرضية من السنغالي ويجعلها سيف في أول هجمة للزمالك في الشوط الثاني، من أول هجمة يسجل سيف بالراس في شباك أبو السعود ويجعلها 4-0 4 باي 4 يا زمالك النهاردة، الزمالك النهاردة 4 باي 4، 3 أهداف في الشوط الأول، هدف في الشوط الثاني، وما زلنا في الدقيقة 52. سيف الدين الجزيري من جديد يسجل ومن جديد يرفض الاحتفال بعد ما سجل في شباك صديقه السابق. يبقى هدفين ثنائيتين لزيزو وثنائيتين للجزيري